سيدتي. لا عليك يا ابنتي. خالتي أم قيس. لمياء. لمياء حبيبتي. هذه لبنى. لبنى، هل أخبروك كم كنت أحبك عندما كنت طفلة؟ لا، لم يخبرني أحد. كنت أخيط لك الأثواب الجميلة الملونة، كانت تليق بك كثيراً. لمياء، أخبروني بأنك تزوجت وأنجبت صبيين، أين هما؟ ألم تحضرهما معك؟ ما بك؟ ما بك لمياء؟ تعالي تعالي. اهلا، ما اسمك؟ ماذا؟ مجانا. لبنى ولمياء تجلسان مع أم قيس، اذهبي وأحضريهما إلي حالا. أرجوك أمي، لا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع. قلت لك اذهبي الآن وأحضريهما إلي، وإلا سأحضرهما بنفسي وبالقوة. حاضر. لماذا طلقك؟ ما السبب؟ ماذا حصل؟ بسبب ما يحصل مع ليلى وقيس. خالتي. حبيبتي، كيف حالك؟ بخير. لمياء، لبنى، أمي تحتاج إليكما هناك. هي لا تحتاج إليهما، هي لا تريدهما أن يحدثاني. هل تعلم بأنك ولد عاق؟ لا، ولكنني أعلم أنني ولد ضعيف تعلم الرضوخ ورضع الخوف مع الحليب مذ كان طفلا، فانتهى به الأمر إلى التشرد والضياع. انظر إلى زيال، إنه شاب عصامي، مع أنه كبر يتيما فهو قوي وشجاع. قد يكون شجاعا وقويا لأنه كبر يتيما. أبي، عن إذنك. وقح. اذهبن وارقصن وامرحن، سأتحدث إلى والدتكن قليلا. لا حديث بيننا. معك حق، لا حديث بيننا، بل أحاديث طويلة وأخبار كثيرة وسنوات وأيام وليال. تعالي تعالي لنجلس ونتحدث. قلت لك لا حديث بيننا. أرجوك أرجوك أم لمياء، لما تعاملينني بقساوة؟ ألا تشتقين إلي؟ اشتقت إليك كثيرا. ولماذا لا تشتاقين إلي أم قيس؟ ماذا فعلت لكي لا تشتاقي إلي؟ فأنا لم أؤذك ولم أسرقك ولم أحتل عليك ولم آكل تعبك وخيراتك ولم أسرق تعب زوجك ولا سنين عذابه وحرمانه. لماذا لا تشتاقين إلي أم قيس؟ أنا لم أرمي بزوجك وأولادك خارجاً ولم أحرمهم من حقهم. من المؤكد أنك اليوم تستطيعين أن تلعبي دور المرأة الحنون المسامحة المعتذرة، ومن المؤكد أنني سأكون المرأة القاسية التي لن ترضى بحنانك ولا بتسامحك ولن تقبل اعتذارك أبداً. دعيني وشأني، أريد أن أكفر عن ذنوبي. إن كنت فعلا تريدين التكفير عن ذنوبك،
أبعدي قيس عن ليلى، أرجوك ارحميني وأبعدي عني مصائبكم، فلقد تلقيت منها ما يكفي حتى الآن. لماذا تأخرتِ؟ بسبب أمي، كم اشتقت إليك. وأنا أموت شوقاً إلى رؤيتك. أرني عينيك. لا أستطيع، رأتني النساء هنا تقع كارثة. وهل من المنطقي أن أقابلك دون أن أرى وجهك؟ تتكلمين عن المنطق ليلى، انظري إلي. وهل من المنطقي أن أتحول إلى كاملة لأراك؟ وهل كونك امرأة يشعرك بالإذلال؟ إن ولدت امرأة فتلك نعمة من الله، ولكنني إن ولدت رجلا وفجأة رأيت نفسي في ثياب امرأة فهذا يعتبر إذلالا حبيبتي. شكرا لك على التضحية. شكرا لأنك موجودة. مرحبا، من هذه الجميلة التي تجلسين معها؟ إنها كاملة. كاملة؟ كم أنت جميلة يا كاملة. لبنى اسكتي. وثيابك جميلة أيضا. اسكتا واذهبا من هنا، ستفضحاني. ما الأمر؟ من تكون؟ كاملة، قريبة عفراء. ومن هي عفراء؟ خادمة خالتي أم قيس. كاملة قد أتت من الشام لزيارة عفراء، وهي لا تستطيع التخلي عن حجابها لأنها مشوهة. أنا آسفة، سأجلس مع كريمة وسعاد وبعض النسوة. حسناً أمي، نحن سنجلس قليلاً مع كاملة نرفه عنها. هل نرقص؟ اذهبا وارقصا، أريد أن أكون بمفردي مع قيس. لمياء، علمت بما حصل، هو لا يستحق هذا الحزن الذي أراه في عينيك. هو لا، ولكن السنين التي اقتطعتها من عمري وأهديته إياها تستحق حزن العالم كله. كم أشعر بالذنب. لا تشعري بالذنب، لست أنت السبب، هو رجل حقير. ربيعة، خذ. ما هذا؟ بعض السمن من أجل والدتك وجدتك. لا أرجوك سيدي. لا تقل سيدي، بل قل عمي. ولكنك قلت لي منذ يومين. انسى ما قلته لك قبل يومين، أحيانا أقول كلاما لا أعنيه يخرج من فمي وليس من قلبي. خذ. ولكنك قلت أيضا منذ يومين إنك ستدفع بدل أتعابي مع نهاية كل أسبوع. خذ هذه الآن، فقد تكون والدتك بحاجة إلى شيء ما. أشكرك على كل شيء عمي. لم أفعل ما يستوجب الشكر، ولكن قل لي ربيعة، لماذا يرتسم الحزن على وجهك كلما ذكرت لك جدتك ووالدتك؟ لا عمي أبدا، على العكس، أنا أشكر الله أنهما موجودتان في حياتي، وإلا لكانت حياتي مأساة حقيقية. حسنا، اذهب الآن وعد باكرا غدا، لأننا سنسلم البضاعة عند الظهر. لا عليك، سأعود قبل الفجر. إلى اللقاء. مع السلامة. تعالي، لا أريد أن أرقص. بلى تعالي. لا أريد. أرقصي من أجل حبيبتي.
إلى أين عمي؟ سأعود إلى الدار، تعبت. هل أرافقك؟ لا، ابقوا أنتم هنا واسهروا وامرحوا، سأطمئن إلى صحة قيس. حسنا. هذا والده. دعك من، لا يهمني، أنا أنتظر سعيد. لم يخرج بعد. سيخرج، سيخرج وسأكون له بالمرصاد. أين ثياب قيس؟ هناك. خذها وأعطها لمنازل بسرعة. هيا. حسنا. خذ هذه ثياب قيس، سيحتاج إليها بعد قليل. حسنا. سنعود إلى الدار. لازال الوقت مبكرا. علي أن أعود. أرسل إلي قصائدك الجديدة مع منازل. هيا ليلى، سنعود إلى الدار. آتية. ماذا ستفعل الآن؟ سأسهر مع زياد وإخوتي. سهرة الرجال تطول. أحبك ليلى، أنا أعيش من أجلك، لا تبتعدي عني كثيرا. هيا ليلى، تأخرنا. إلى اللقاء. مع السلامة. ألا تعتقد يا صديقي أنك ستشتاق إلى حياة الحرية والعزوبية؟ طبعاً لا، أشتاق إلى العيش مع زوجتي. إذن ستكون زوجاً وفياً. طبعاً، وسأنجب 4 أولاد. أنت من سينجب الأولاد؟ لا، أنا سأساهم في الإنجاب. أمي، لماذا تسرعين في السير؟ لما أنت غاضبة منا أمي؟ كسرتن خاطري. أمي، لماذا تقولين هذا الكلام؟ تعلمنا أنني لا أريد أن أتحدث إليها، لا أريد أن أسامحها على العذاب الذي سببته لي ولوالدكن، ومع ذلك جلستن معها طوال الوقت، لم تلتفتن حتى إلي. لا أمي، هذا الكلام غير صحيح، لقد كنا نتحدث إليها فقط. وما هو الحديث المشترك بينكن؟ إنها ذكرياتنا، خالتي أم قيس هي جزء من طفولتنا الجميلة أمي. طبعا، إنها جزء من طفولتكن الجميلة، وهي جزء لا يتجزأ من المأساة التي عشتها أنا. أنا المرأة البائسة التي عاشت لسنوات وسنوات مع بناتها الثلاث بالفقر والحرمان والعذاب. هذه المرأة هي امرأة مجرمة. ليست هي من ارتكب الجريمة، ولكنها شاهدة، شاهدة زور، صامتة، متآمرة. إنها امرأة ضعيفة لا تستطيع مواجهة عمي، وأنت تعلمين هذه الحقيقة جيدا أمي. لن أسامحها، لن أسامحها ولن أرضى عنها أبدا، مفهوم؟ هيا اذهبا الآن، سأخذ ثيابي من منازل وأكمل السهرة مع الرجال. إذا سأل عني والدي قولي له تحسنت حاله وذهب إلى الزفاف. حسنا بني، انتبه إلى نفسك وإلى إخوتك. هيا عفراء. Thank you.
مساء الخير. ما بها؟ كيف كان اللقاء؟ كان رائع. كان لقاء رائع. أخبريني، هل ليلى هي السبب؟ لا، كلهن السبب، الظلم هو السبب. أخبريني ماذا حصل؟ وقفت أمام أم قيس، صديقة عمري وأختي التي تحولت إلى عدوة لدودة من دون سبب، يوم وافقت على ظلمنا وحرماننا من حقوقنا. وقفت أمامها أنظر إلى تسامحها السخيف والمتعالي. وقفت أمامها أنا المظلومة والضحية، أنظر إليها وأنتظر ردة فعلها. اعتقدت أنني سأراها تموت من الخجل وتسقط أرضا أمام عيني. اعتقدت أنها ستبكي، ستزرف دموع الندم. اعتقدت أنها ستركع وتطلب الغفران من الله تعالى وتعترف بكل ما فعلت، ولكنها نظرت إلي بكل وقاحة وحاولت أن تسامرني وتضحك علي ببعض الكلمات التافهة كالتسامح والعشرة والذكريات. أردت أن أصرخ بوجهها وأخبرها بأنها امرأة ظالمة. أردت أن أخبرها بأن زوجها رجل مجرم، أن ابنها شاب متهور وقح مجنون يريد أن يقضي على ابنتي. أردت أن أخبرها بأن ابنتنا لمياء عادت إلينا امرأة مطلقة محطمة بسببها وبسبب عائلتها. ولكن البنات، بناتي أنا، وقفنا إلى جانبها ولزمناها طوال الوقت، وبقيت أنا مع بعض النسوة وحيدة بائسة. لماذا؟ قل لماذا؟ هل هذا هو جزاء من يضحي ويسامح ويقبل بواقعه ويرضى بالظلم والحرمان؟ هل لهذا السبب طلبت مني يومها أن أسامح وأسكت وأعمل وأشقى لتربية بناتي بصمت وكرامة؟ هل لهذا السبب حفظت لساني وحافظت على صورة أخيك وزوجته نقية صافية؟ قل، أجبني. هل أصبحت هي الآن المرأة المتسامحة وتحولت أنا إلى حاقدة لا تعرف التسامح والغفران؟ أجبني. هل هذا هو واقع اليوم في نظر بناتي؟ طبعا لا، أنت من ضحى ومن تحمل الشقاء والظلم، من حقك أن لا تسامحي، بل من حقك أن تحقدي قدر ما تشائين. أنا بائسة، بائسة وخائفة على بناتي.
أنا بائسة. كانت سهرة رائعة. سأطلب من الله أن ينعم عليك بالبنين والبنات، وسأطلب منه أن يكون البكر صبيا ويحمل اسم قيس. لا يا صديقي، قيس واحد يكفي. مبروك زياد. شكرا. إلى أين ستذهب الآن؟ سأعود إلى الجبل. انتبه، سيخرجون، وإن كان محاطا ماذا سنفعل؟ سنهاجمه بشكل مفاجئ. أين منازل؟ إنه هناك ينتظرك، سيرافقك إلى المغارة. ألن تعود إلى الدار؟ لا، لا تبقى هناك في المغارة، لن تعيش عند سفح الجبل يا أخي. سأتدبر أمري، لا تخف. ما بك؟ لما ترتجف؟ أنا لا أرتجف. لا تكن جبانا، علينا أن ننتقم ألا أصبحنا جبناء بنظر كل أفراد القبيلة. طبعا طبعا